مساء الخير لكل مشاهدي لم الشمل. أمسية سورية جديدة نبحث من خلالها في نبض المجتمع السوري، ومن همومنا اليوم وحكايانا يتأسس مستقبلنا في الغد. مساء الخير أيام، مساء الخير مشاهدينا وين ما كنتم. موضوعات الشارع السوري، كما يعبر عنها السوريون أنفسهم، ستكون معنا خلال ساعتين من الزمن. البداية مع أهم العناوين. بهدف وقف تدفقهم إليها، الحكومة الألمانية تخصص مليارات الدولارات للاجئين، فهل يشكل ذلك بديلاً للسوريين؟ بهدف إعادة تشكيل الهوية، مشروع طاولات السلام يطلق مدرسة لتعليم العربية في بلجيكا. في ظل واقع اقتصادي متردي، الصيام يسلط الضوء على الأنماط الغذائية للسوريين. وإلى أحوال السوريين في كيف الحال؟ ومن المنظمة الدولية نبدأ، حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باتوس موتزيس بأن الأزمة الإنسانية في سوريا هذا العام أسوأ من أي وقت سابق. نعم، وأشار موتزيس في تصريحات صحفية من بيروت إلى تدهور مأساوي للغاية ونزوح واسع النطاق وعدم اكتراث بحماية المدنيين حسب تعبيره. وذكر أيضا أن سوريا هي أسوأ مكان في التاريخ الحديث، حيث تمثل الهجمات التي وقعت على المنشآت الطبية في سوريا نحو 70% من إجمالي تلك الهجمات في أرجاء العالم. وننتقل إلى ألمانيا، حيث دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل روسيا إلى استخدام نفوذها للعمل على منع مصادرة حقوق اللاجئين في سوريا عبر ما يسمى بالقانون رقم 10. جاء ذلك خلال لقاء جمع المستشارة ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكدت خلاله بأن القانون سيكون عائقا كبيرا أمام عودة اللاجئين، في إشارة إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا. طبعا تعرضنا لهذا القانون ودوره بعملية التغيير الديموغرافي بالعديد من المناطق السورية مثل كفر سوسة ودارية في دمشق. نعم، وننتقل الآن إلى فرنسا، حيث أعلنت جائزة بايوكس كالفادوس لمراسلي الحروب المدعومة من قبل كل من مجلس كافادوس ومدينة بايكوس في فرنسا عن بدء استقبال التقديمات للمشاركة في المسابقة التي تعنى بتكريم التغطيات المتمحورة حول حالات النزاع أو الأحداث الإخبارية. طبعا يمكن للمراسلين الذين يعملون على تغطية الحروب التقديم بموعد أقصى 8 حزيران، حيث تتضمن فئات التقديم المراسلين الشباب والأعمال الصحفية المصورة الطويلة أو القصيرة والأعمال الصحفية المكتوبة أو المتاحة على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى التصوير الصحفي. طبعا مشاهدينا، بحكم الثورة والأحداث الإنسانية والاجتماعية في سوريا، فقد شكلت حقلا فعلا للصحافة ولآلاف التجارب الصحفية رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها. للسنة الثانية على التوالي. تخصص أكاديمية دوتشي فيلي للإعلام في مدينة بون الألمانية مقاعدا في برنامج الماجستير للدراسات الإعلامية الدولية للاجئين الذين لديهم خبرة إعلامية. الشروط تتضمن قبول حيازة شهادة جامعية، خبرة في المجال الإعلامي لمدة سنة على الأقل، بالإضافة إلى ذلك يفترض من المرشح إتقان اللغتين الألمانية والإنجليزية. نعم، هذا البرنامج الدراسي يمتد على 4 فصول دراسية آخرها مخصص لكتابة رسالة الماجستير، ويحصل الطالب في نهاية دراسته على شهادة ماستر أوف كارد
أو ME التي تؤهله أيضا لمتابعة الدراسة ونيل شهادة الدكتوراه. وإلى بلجيكا بهدف إعادة بناء الهوية انطلق في عاصمة الإقليم الفلماني ببلجيكا مشروع طاولات السلام. المشروع يهدف إلى تعليم أبناء اللاجئين والمقيمين العرب اللغة العربية ومبادئ الإسلام والتي يمكن أن تشكل نواة للتواصل مع المجتمع البلجيكي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. مشروع طاولات السلام أطلق في أنتويرب عاصمة الإقليم الفلماني ببلجيكا مدرسة المدينة الخاصة بتعليم اللغة العربية. هذا الشغل كنا أنا وحسن نشتغله بسوريا، كان عندنا معهد واشتغلنا قبل فترة الحرب وخلال فترة الحرب. شفنا حاجة الطلاب للغة العربية، اللغة العربية لغتهم بلشت تضيع هون بحكم أنه بيداوموا 5 أيام بمدارسهم الثانية. فطلعت الفكرة هون والتقينا مع شخص أستاذ عمر نحاس، قدر يساعدنا لنحول الفكرة لمشروع، وبلشنا بثلاث طلاب لبين ما وصلنا لتسعين طالب من عمر 5 سنين ل17 سنة. عنا شيء 8 صفوف وبندرس لغة عربية، مادة الفنون الجميلة بالإضافة لمادة الدين والأخلاق. عندنا نحن هون جنسيات مختلفة وأديان مختلفة، عندنا جنسيات من كافة الدول العربية، من المغرب، بالإضافة لعنا طلاب من العراق وفلسطين والأغلبية من سوريا. نحن بنقدم وجبة بسيطة هي فواكه، أكل صحي لعدة أسباب، إنه بنعلم الأطفال إنه يتناولوا أكل صحي. يعني لو إجاك اليوم سبت، في أطفال كثير ما بياكلوا الفواكه، فهون مع رفقاتهم مع الجامعة فبتشجعوا، بالإضافة لأنه يتشاركوا كلهم، يعني كل الطلاب 90% 100 طالب بتشاركوا من نفس اللقمة من نفس الصنف. تحتضن المدرسة أبناء اللاجئين والمقيمين العرب لتكون نواة لإعادة بناء الهوية. أول شيء لاحظنا في طلب كثير من الأهالي عن اللغة العربية، فلما تأسست مدرسة المدينة صارت تتطور الحاجات أكثر وأكثر، صرنا نشوف أن اللغة العربية مو بس هي المشكلة أبداً، صار في عنا مشكلة أن الأهالي ما عاد بيعرفوا يتصرفوا مع أطفالهم، الأهالي مشغولين والأطفال مشغولين بشيء تاني تماماً، هذا ابنه ما عاد بيعرف يحكي هولندي، هذا ابنه ما عاد بيعرف يحكي عربي، هذا الأهل ما عاد بيحسن يساعدوا أطفالهم بالهولندي إلى آخره، والحمد لله الله وفقنا متطوعين، عنا حوالي 12 متطوع بلجيكي، بيجي كل أسبوع منهم حوالي 4 أو 5 عشان يساعدوا الأطفال بمشاكلهم بشكل عام باللغة الهولندية، وبتواصلوا مع المدارس تبعيتهم كمان حول سلوك الطفل أول شيء، وحول الستريس إذا عنده ستريس أساساً بالمدرسة ما بيعرف يتصرف مع الأطفال التانيين، ما بيعرف يتصرف مع المدرس، وحول المناهج بشكل عام ما بيعرف يقرأ ما بيعرف يحسب إلى آخره. المناهج تبعنا بشكل عام هي مناهج معتمدة بأوروبا، مناهج نوعاً ما بسيطة ولكن متماشين معه وعم نطور، عم نسندها نحن بأشياء تانية اعتمادا على خبرات المدرسين الموجودين عنا، فممكن نسحب قصص من الانترنت، ممكن نعمل تمارين نكتبها نحن بأنفسنا، يعني فالكتاب مو لحاله كافي، عم نسندها بأشياء أخرى كمان. فكرة مبنية في جذورها على الحضارة العربية. وجود المدرسة، مدرسة المدينة، المدرسة العربية في المجتمع البلجيكي بشوفها لها أهمية كتير كبيرة، لأنه قبل ما تعطينا إحنا أمان أو حفاظ لعقيدتنا، إحنا بتعطي أمان للشعب البلجيكي. في بعض البلجيك إجوا يحضروا شو إحنا بندرس، فلقوا إنه إحنا بنخصص تدريس الأخلاق والقيم والمبادئ السمحة اللي ممكن المجتمع البلجيكي نفسه يتعاون معنا فيها ويتعلمها كمان معنا. بناء الهوية السورية من جديد لأطفال حكمت عليهم الأقدار أن يكبروا في ثقافة مغايرة، فكانت مدرسة المدينة باباً يمهد الطريق أمامهم نحو المستقبل. ومن الجولة عن أخبار السوريين للأخبار اللي محضرنا إياها عابد بحكي ميديا. مساء الخير عابد.
يسعد مساك ايهام ويسعد مساك روان، كيفكم؟ هلا عابد. نعم كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. انا عيطتك امبارح بقيت على ايهام. لا هو انا لانه بطلع كل اسبوع ف ما لحقتكم برمضان مع بعض. مي متجدد صح. بدي اقول يسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان بحكي ميديا لليوم، وكالعاده رصد لابرز احداث وتفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي. البدايه كالعاده من سؤال الحلقه، وهو لليوم بعد تخصيص مبالغ طائله للأمر، هل تستطيع المانيا وقف تدفق اللاجئين عبر معالجه اوضاعهم خارج حدودها؟ طبعا مشاهدينا فيكم كالعاده انه تفوتوا على صفحتنا على فيسبوك، صفحه تلفزيون سوريا، وايضا تصوتوا بنعم او لا على السؤال، وايضا تتركوا تعليقاتكم اللي اكيد راح تغني فقره شو صار اللي حنناقش فيها هذا الموضوع. سابدا من اولى مواضيعنا لليوم مشاهدينا في هذا القسم، وهو من هذا الفيديو اللي يظهر فيه محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم وايضا مدير تربيه بريف دمشق، وهما في جولة على الامتحانات. الفيديو أظهر إحدى الطالبات اللي عم تشتكي من أسئلة الامتحانات، وكان السؤال المحير: ليش السياح بيجوا على سوريا؟ هل من شان المغامرة ولا من شان الإثارة الآثار والحضارة؟ خلونا نشوف. هو بصراحة إثارة مع المغامرة. هو في الجو الجاي على سوريا فيها إثارة، يعني فيها إثارة ومغامرة يعني. خلونا نشوف بالفيديو، ربما يكون معنا الجواب. بعض السياح بيجوا شان المغامرات. صح ولا خطأ مكتوب إنه بعض السياح بيجوا للحضارة تبع سوريا؟ فهي صح ولا مظبوط؟ صح. ما لك شغلي، هو المفروض هو مظبوط، هو سؤال عفوا صراحة، لأنه نحن إذا بنسجل معلومات فمنقول بسجل الحضارة. أوكي، بس هو السؤال لك، هم بيطلعوا النص وقت بتقول صم بيجوا بشان المغامرات وبتيجي بتقول لهم صم بيجوا بشان الآثار؟ لا خلص، لأنه لازم مثل النص. هلا شو كانت هي؟ بس أنا ما كان عندي فرصة، بس أنا مش كان صالحة. شو حاطين إجابتين بس؟ عجائب. واليوم كأنه جايين للنكشة بس ماشي. لا النكشة، لا كونه انتبهت لهي القصة فهي متميزة. نحن نعرف دي معنا. إذا في طالب على نكشة صغيرة ما راح ندقق له عليها، هذا خصوصا اللي رايح لنص علامة ولا علامة، حاول نطلع علامات كويسة. يعني هلا التعويل على مجموعة التصريح اللي عم يشتغل خلص، هذا السؤال قديش طبعا مع تحتار. هو من اجل المغامره ولا من اجل الحضاره والاثار؟ لا ما عم سمعت تحتار، يعني اوكي يمكن تماهل معهم بموضوع العلامات انه خلص رح نقبل السؤالين، بس يفهموا الطلاب ليش هيك تاركينهم على عقب. هو يبدو انه هو كان امتحان لغه انجليزيه، لانه كانت بتقول له انه سم من شان المغامره او سم من شان الاثار، او يمكن هي هيك بتحكي ما بعرف يعني. لكن يعني في كثير نهفات كانت تصير بالامتحانات، يمكن ما كان في سوشيال ميديا يعني حكى. صحيح. الاسبوع الماضي كان معنا موضوع العصير والبسكويت اذا بتذكروا. وكثير قصص عم بتصير، بس مثل ما قلنا يمكن ما كان في سوشيال ميديا ترصد هاي الحالات من قبل السؤال. هو يمكن كان اصعب شيء لما يجينا سؤال يكون بيحتمل اكثر من اجابه واختار الاجابه الاصح. وهي الحاله هون، وهي الحاله يعني مشابهه تماما. اخر شيء حلل لهم اياها انه خلص رح نعتبر الجوابين صح، ما في مشكله يعني رح ندعمكم. رح نروح لبعض التعليقات اللي اجت على هذا الفيديو. طبعا التنويه انه هذا الفيديو نشرته صفحه دمشق الان، الصفحه الاكبر المواليه على الفيسبوك. جيبول او قريه جيبول بيقول: برسم وزير التربيه كيف يتم انتقاء من يضع الاسئله؟ الا يجب ان يعي ما يكتب؟ السؤال الاخير لمحافظه دمشق، المساله الثانيه الطلب الاول صيغته خطا، ما راح اشرح ليش، خلي الموجودين الاختصاصيون او الاختصاصيين يجاوبوا ليش، خاصه انه الاجابه عليه تعتمد على طلبات لاحقه. الاسئله اصبحت اطول 3 مرات من المعتاد، الا يجب التفكير بمنح الماده ساعه اضافيه في ضوء التعديلات، ام معتبرين الزمن من المحرمات؟ اي تعديل دون مراعاه للزمن هو ضرب من الجهل. يعني عم بيحكي على موضوع اخر له علاقه بالوقت، باعتبار انه اختيار الاسئله عدلوا الامتحانات او طريقه الامتحانات. رفيف بتقول او بيقول: نحن التعليم عندنا لازم يكون تعب فكري وترهيب للطالب، ولا تقولوا لي اللي دارس بيعرف اسئله، اسئله الرياضيات اليوم طويله واوراق الاجابه ما ادت، وطلابنا
ما لحقوا أو الطلاب ما لحقوا يراجعوا وراءهم، مسخرة تعليمنا مسخرة. أيضا معنا أم زينب بتقول أنت حددي على كيفك، أو على كيفك حددي الصح والخطأ، بالظاهر أنت منقلتيهم غلط وبدك تبرري. من طول عمر السياح بتجي على سوريا ليستكشفوا ويشوفوا آثارها مو ليغامروا. عم تحكي طبعا هي عم تعلق على المدرس اللي كانت عم تحكي بالفيديو، لأنه هي كانت عم تشرح له للمحافظ. آخر تعليق معنا أيضا لنفس الشخص هو قرية جيبول، كان بيقول كان الأجدى أن يدوروا على المدارس خلال العام ويراقبوا أداء التعليم وأن يراجعوا الأسئلة قبل وضعها. بس عبدي يعني دائما يعني من وقت ما بدأت الامتحانات أو من وقت ممنوع على الامتحانات هي المشاكل نفسها، الأسئلة وطريقة الأسئلة والوقت القليل وكل هالأمور هيدي كلها يمكن نقال فيها. بس بالفعل يعني في شيء كان مانو طبيعي، وفي فينا نقول يعني حاله من الانفلات مو بس على قطاع التعليم حتى على قطاع الصحه، يعني نحن كثير عم نسمع عنهم ولازم عن جد ننوه عليهم. تماما، ممكن بالايام القادمه يمكن بفقراتكم شو صار ممكن نتناول هي المواضيع. رح ننتقل مشاهدينا الى موضوعنا التالي اللي هو عن الدراما السوريه. طبعا اكثر ما يميز رمضان في سوريا مثل ما تعودنا هو الدراما التلفزيونيه، لكن هالدراما اليوم مختلفه عن الدراما اللي تعودنا عليها قبل الثوره. يعني إلغاء 6 أعمال حتى الآن وتأجيل عرض ومنع أحد الأعمال، بالإضافة إلى خسارة شركات الإنتاج بسبب عدم رغبة التلفزيونات أو المحطات بالإنتاج السوري وتراجع في المبيعات. شو الأسباب وشو الوضع؟ كيف الدراما هي السنة برمضان؟ خلونا نشوف في هذا الفيديو اللي أعدوا لنا يا الزملاء بقسم نيو ميديا ملخص صغير عن وضع الدراما هي السنة. الناس بهالكم سنة مدري شو صاير لها، تلاقيهم ماشيين من الصبح تعبانين حتى من قبل ما يوصلوا على شغلهم. كل الدنيا عم تقلك إنه القصص مطلع. يعني يمكن السؤال الأخير اللي انطرح بالفيديو هو الأهم، يعني شو السبب لتراجع العمل الدرامي؟ صح، بس عبد يعني فعلا احنا عم نشهد ظاهرة غريبة وهي تأجيل المسلسلات من موسم إلى موسم القادم. يمكن هذا الشيء اللي نحن شفناه بالثلاث سنين يمكن اللي مضيوا. السنة الماضية كان في تأجيل لسايكو ووردة شامية وغيرها من المسلسلات، بس هذا بيرجع يمكن لضعف التسويق او يمكن لانه مثل ما ذكر كمان التقرير انه فعلا كثير عم يتناولوا الهموم السوريه تسييس الدراما. يعني يبدو هو عم يكون السبب الابرز، يعني انه تسييس الاعمال الدراميه لصالح وجهات نظر سياسيه، خاصه بمعظم الاحيان عم تكون باتجاه النظام، يعني مو معظم الاحيان 99% يعني اذا بدك حسب التوجه. فيمكن بعض المحطات التلفزيونيه او المنصات اللي اعتادت عرض هي المحطات يعني ما رايدة انه تتبنى هذا الخطاب او تتبنى هي وجهات النظر. انتوا عم تتابعوا دراما؟ ما بعرف، انا ما عم تابع بصراحه لحد هلا للاسف، لسه يعني ما كان في وقت حتى انه نشوف شيء. ومن هون بس كمان في يعني سمعنا عن اكثر من عمل ملفت، ان شاء الله نلحق نحضر. يعني بنحاول دائما نرصد شو في دراما سوريه نزلت. هون دور السوشيال ميديا وفقره حكي ميديا تحديدا، يعني انه انت بدون ما تشوف المسلسلات بتعرف بتعرف الانطباعات وبتعرف الاراء وممكن حتى تعرف قصه المسلسل من خلال السوشيال ميديا. بس بعض التعليقات على هذا الموضوع، موضوع الدراما بشكل عام برمضان. ماجده بتقول تفركشت على اليوتيوب بحلقه من مسلسل روزانا، حاستفرغ من بطولات الجيش السوري الباسل المزعومة. يا حرام يا حلب، ما بيكفي التهجير القسري والدمار والخراب والقصف اللي صار، فوق تزوير للتاريخ وتزوير لبطولات جيش الأسد. أخ يا حلب أخ، ولسه حدا بيصدق التاريخ؟ الحاضر قدامنا عم يتزور، وإلى آخره. فمنتعضة ماجدة تزوير التاريخ. سطام بيقول القدس تغتصب وأنا بدوري أتجهز ليشاهد مسلسلات رمضان بلهفة كبيرة،
ما هذه النخوة التي ليس لها مثيل؟ العرب. يعني برأيه في حال الواحد ما شاف دراما فهو عم تكون عم لا هي يمكن لأنه تزامن رمضان مع يعني حادث نقل السفارة إلى القدس السفارة الأمريكية والموجة الغضب العارمة اللي اجتاحت الأراضي المحتلة وأيضا الشهداء اللي سقطوا بفلسطين تزامنت مع حادث رمضان فدفعوا لسلطان كان إلى تأثير. في ذا بيقول شو رح تحضر مسلسلات برمضان؟ ولا واحد لا هي كافر على الأقل احترام الصايمين. يعني تعليق طريف لفداء. أيضا ميثم بيقول مسلسلات رمضان لازم ينحط اسم دكتور التجميل وعنوانه بنهاية المسلسل. كثير من حكى على قصة التجميل بمسلسلات رمضان أنه الممثلات كلهم بيشبهوا بعض من كتر ال. بالفعل صار هذا الشيء موجود. احنا كمان حكينا عليه يمكن على الممثلة التركية مريم أوزكار. بالفعل يعني الممثلين بالذات لازم يكون في شيء طبيعي بس لنعرف الإحساس يوصلنا من عن طريق معالم يعني يستخدموا التجميل بس ما يخربوا أشكالهم. خلونا شوي من الطبيعي. الزميل عمر طبعا عمر الشيخ بنوجه له تحية. الدراما العربية تصوم السنة كلها عن الرذيلة وتفطر في شهر رمضان عليها. مسلسلات عبارة عن رقاصات وإيحاءات وخمر وخيانة وفساد جرعة من إثارة غرائزية بدون حسيب ولا رقيب انحطاط. أيضا معنا تعليق زاهر يمكن الأخير أو قبل الأخير بيقول حدا عارف لهلأ إيش عملت الروزانا؟ طبعا عم يحكي عن مسلسل روزانا اللي عم يحكي عن مدينة حلب وعملية التهجير اللي صارت فيها وكيف عم بيتم تزوير هي الحادثة 2016 كيف صارت والأربع خمس سنين اللي مروا على حلب كيف عم بيتم تزويرهم. نورس آخر تعليق معنا بيقول مسلسل إخراج عرف طويل طبيعي يكون سيناريو وحوار إدارة التوجيه السياسي في الجيش. يعني أيضا على مسلسل روزانا بيقصد روزانا اللي تخلع رقبتكم وبا بالآخر. شفنا أغلب الحملات كانت على مسلسل روزانا كتير هو عامل ضجة بصراحة المسلسل من بطولة بسام كوسا يعني فكل من شان هيك يعني أو لأنه بيتناول موضوع مثل حلب يعني صار فيها كتير لأنه يعني شيء محزن ومؤسف يعني الناس بالفعل بتكون هربانة حتى من الأخبار حتى من طريقة عرض التلفزيون السوري للمواد أو حتى الأخبار والاستخفاف بعض المشاهد كمان لسه تلحق أن على الدراما أكيد بده يكون بداية. لهون يعني بنكون انتهينا مشاهدينا من هذا القسم. أكيد معنا بالقسم الثاني من حكي ميديا مواضيع أخرى انتظرونا ونرجع لعند أيهم وروان كمال بلمي. شكرا لك عبد على هالجولة ناطرينك أكيد بالجزء الثاني. مشاهدينا نحن مكملين معكم فقراتنا بلم الشمل بعد الفاصل انتظرونا.